68 عاما مضت على استشهاده، لكن اسمه لا يزال يرعب الاحتلال. إنه الشهيد المصري مصطفى حافظ، الذي قضى سنوات طوال في قيادة الفدائيين الفلسطينيين، سنوات حقق خلالها العديد من الانتصارات التي دفعت الاحتلال في النهاية إلى اغتياله بخسة ودناءة. واليوم يؤكد الجيش الإسرائيلي تمسكه بتلك الصفات ويقصف مدرسة تحمل اسم الشهيد مصطفى حافظ ويقتل فقط المزيد من الأبرياء. حافظ ابن العسكرية المصرية والمولود في طنطا عام 1920، عمل ضابطا بالجيش المصري حتى عين في أكتوبر عام 1948 حاكما لرفح. ولكفاءته العسكرية اختاره الرئيس جمال عبد الناصر قائداً لكتيبة الأعمال الفدائية في الأراضي الفلسطينية، فكون شبكة فدائية سرية انتشرت في أرجاء الأراضي المحتلة ونفذت عمليات في عمق المدن الإسرائيلية. وصل عدد الموجة الأولى من هذه العمليات إلى ما يزيد عن 180 بمعدل عمليتين كل ليلة. وقدر عدد الفدائيين الذين اجتازوا الحدود في ليلة واحدة ب200 فدائي. تلك العمليات شكلت خطراً مباشراً على سياسة الاستيطان وحولت المستوطنات إلى ما يشبه مدن الأشباح. وعندما علم الموساد أن مصطفى حافظ رجل الظل هو من وراء كل هذه العمليات، قرر اغتياله، فأرسل عبر أحد الجواسيس طرداً انفجر بين يدي البطل المصري. استشهد مصطفى حافظ قائد جيش فلسطين، وهو يؤدي واجبه من أجلكم ومن أجل العروبة ومن أجل القومية العربية. إنهم كانوا يجدون في مصطفى حافظ تهديداً مباشراً لهم، فاغتيل مصطفى حافظ بأخف أنواع الغدر وأخف أنواع الخداع.